معروف أنه التقليد هو مهارة أو سلوك بيتعلمه الطفل بسن مبكر، وعادة بيحاول يشوف الأكبر منه ويتعلم هاي السلوكيات. والتقليد ممكن يستخدمه الأهل بشكل إيجابي لنقل صفات وتصرفات إيجابية للأطفال، وممكن استخدامه بطريقة سلبية. طبعا سلمى، وهالشي ببلش عند الاطفال بعمر مبكر كتير، بحس بيصيروا بيقلدوا اهلهم او المحيط يلي هنن عايشين فيه بكتير من الكلمات او الايماءات، وهالشي اكيد بخليهم كمان يكتسبوا مهارات اجتماعيه. بس ممكن بعض الاوقات التقليد يقلب لمشكله كبيره والطفل يتعلم اشياء ما لازم يتعلمها، فامتى ممكن يصير هذا السلوك مؤذي للطفل وبيأثر على شخصيته و حياته بالمستقبل، وإمتى ممكن كمان يكون هذا التقليد إيجابي ومفيد للطفل وبيكسبه مهارات اجتماعية وعقلية وفكرية أيضا؟ كل هاي الاستفسارات رح تجاوبنا عليها هون ضيفتنا يلي صارت معنا بالاستديو، ريما سعد، وهي اختصاصية تربية وعلم. يسعد صباحك استاذة ريما. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم دائما إن شاء الله بالخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش معك استاذه ريم، يعني اليوم التقليد مثل ما قلنا بالمقدمه انه هو ببلش مع الاطفال من عمر صغير، ولكن اليوم شو هو العمر تحديدا اللي انا بقدر اعطي هالطفل سلوكيات يقدر يتعلمها مني، يقدر يمارسها بحياته بشكل عام وتكون هي ايجابيه اذا فينا نقول؟ تمام، مثل ما تفضلتوا انه ببلش التقليد بعمر صغير، يعني وخلينا نقول كل ما كانت مهارات الطفل اعلى ببلش بعمر اقل، يعني ممكن نحن من 9 اشهر من 10 اشهر ببلش الطفل يقلد حركات بسيطه بنعمل له اياها قدامه، فبيبلش يقلدها ويعمل نفس الحركات او نفس بحاول يقلد نفس الضحكه او صوت يعني معين. يعني ممكن هون استاذه بلا مقطوعان حديثك، الطفل بهذا العمر يكون كثير حساس ومثل الاسفنجه مثل ما بيقولوا انه هو بيمتص اي حتى معلومه ممكن يحكيها او كلام، ممكن الاهل يقعدوا يعلموا الطفل كلمات ممكن ما تكون منيحه، وبس يكبر شوي بصيروا يقولوا له لا عيب ما بصير تحكي هيك، بيعلموا تصرفات على اساس انه هن عم يقووا له شخصيته او عم يخلوه اكثر جراه لحتى ينخرط بالمجتمع، وبس يوعى شوي بيقولوا له هي التصرفات ما بتصير، هي التصرفات عيب. فقد ايه ممكن هذا الشيء عن جد يكون خطير على الطفل وخصوصا بهذا العمر؟ تمام، طبعا يعني الاهل الواعيين والادرانين يربوا بطريقه كثير نوعيه التربيه، خلينا نقول على ثقافه على قراءه على مثل ما بيقولوا تسال اهل العلم، فبيعرفوا انه امتى لازم نعطي الطفل الاشياء الصحيحه لحتى هو يقلدها متنون ويتعلمها. بس عمليا نحن الطفل بعمر سنه ونص تقريبا ببلش يكون راصد لحركات والدته، كونه هو يفضل قاعد معها فتره منيحه، فكل شيء الام عم تعمله قدامه فهو قاعد وعم يخزن. الطفل بعمر السنه بلش يخزن الصور البصريه، فما بعدين بصير بخزن حركات الام تصرفاتها، ببلش هون عندنا بذره التقليد عنده. طبعا مع الوقت بيكبر التقليد عند الاطفال، بيقلدونا ممكن بحركات بتصرفات بكلمات، بس العمر الجوهري انه يقلد عيله او اهل او اعطيه مهارات اجتماعيه لا يقلدها هو عمر الخمس سنين. اذا بدي اخليه يقلدني كسلوكيات، يعني أمانة، صدق، واجبات عائلية، اهتمام، مسؤوليات، هذا كله ياتو الولد بيحاول يتعلم مني بعمر الخمس سنين. هذا العمر يلي بده يصير مثل ماما وبابا، بده يصير مثلهم، أعمل مثلهم، تصرفاتهم هي الصح، فهذا العمر شوي هو خطر بالتقليد. في نقطة تانية كتير مهمة، إنه نحن أطفالنا اللي بيكون عندهم مشاكل أو اضطرابات تواصل خلينا نقول هن أطفال غير مقلدين، فكمان هاي بدنا ننتبه لها. يعني وقت انا اقول بالاشهر ممكن يقلد ابتسامه او عينه معي، والشيء الاساسي لانا اقلد اني انا اكون عم بقدر اطلع عليك بتواصل بصري يكون جيد وجيد جدا. وقت انا يكون عندي التواصل ضعيف او خفيف فانا ما راح اقدر اقلدك. فمن هون كمان في كثير نقطه مهمه انه الاهل يبلشوا يفرقوا انه هذا الطفل عنده مشكله او لا، لانه اذا ما قلت معناته انا حكما عندي مشكله عند الطفل، فبدي يكون عندي تواصل بصري جيد جدا لحتى يكون عندي تقليد. مو بقى ببلش التقليدات، بلش المهارات الاجتماعيه عند الاطفال تنمو. طيب خلينا نحكي اليوم كل الاطفال بهذا العمر او بعمر صغير وشايفين حاليا عم بيتم الاستعانه بالتلفزيون، بالكرتون، بالموبايل، بكثير اشياء تخليهم يشوفوا
العالم تمام. الآخر من خلال أغاني للأطفال أو مسلسلات الأطفال. بالتالي هل هذا الشيء طريقة جيدة اليوم لننقل لهم سلوكيات معينة ممكن هن يقلدوا شخصيات يكون شخصيات غلط للأسف يعني؟ تماما يعني إحنا كتير منصادف مشاكل عند أطفال بهذا التقليد. وأحيانا الأهل كونوا انشغال كتير، حتى الأهل إذا كانوا بالبيت فهن عندهم التزامات بالبيت، غالبية الأهل اليوم هي أهل عاملة، فبيكون الموبايل مع الطفل أو بيكون قاعدين قدام الشاشة فما بينتبهوا شو بيشوفوا. ممكن يشوف كتير مقطع صغير يلفت انتباهه لشيء يقلده أو يحسه أنه هو جلب انتباه. يعني أنا وتقلد شيء مرفوض ببيئتي، مرفوض اجتماعيا، بكون أنا كمان بدي أعمل استمتع فيه وجيب انتباه عليه من المحيط تبعي. فممكن يقلد حركات، ممكن يقلد كلمات، سلوكيات غير مرغوبة، الأهل بيتفاجئوا فيها أنه نحن مو هيك بالبيت، هذا كتير منصف ونحن ما بنعمل هيك، ما بنحكي هيك. لا بس الطفل يعني بيجذب كل شيء، بيلفت انتباهه، بيرجي انه هو ممتع، فهو بيقلده ليستمتع ويعبي وقته. تمام. فمن هون بدنا نكون شوي حريصين عيننا على الولد، لانه يعني التربيه هي متى ما قطعنا عمر معين صعب انه شوي نبلش نعدل فيها او نعمل فيها شيء نحسنها اكثر، واذا حسناها فهي بدها جهد وبدها انتباه اكثر. فالعين كتير مطلوبه على الولاد، لأنه التقليد بس يصير محيو صعب شوي، ما رح يكون بالسهولة اللي أخذها في الطفل. بما أنه حكيتي عن سهولة وصعوبة إعادة خلينا نقول السيطرة على تصرفات هذا الطفل، إمتى بصير هذا التقليد هو مشكلة، وكيف ممكن للأهل هون يحدوا من هذا الموضوع بحيث أنه إذا بده يقلد الطفل يقلد بس الأشياء الإيجابية يلي بتفيده بمهاراته الاجتماعية العقلية الفكرية خلينا نقول بتطويره كهو شخص، بس امتى هنن فيهم يسيطروا على هذا الموضوع بحيث انه ما يمتص كل شيء حواليه حتى وان كان سلبي؟ تمام. في شغله مهمه، انه نحن بنقلد او الطفل بيقلد، احيانا حتى الكبير بنقلد الشغلات اللي هي بتجيب العين اكثر او المشاهدات اكثر، على سبيل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي. الشغلات العنيفه اكثر، فيها شيء استفزازي اكثر، بجيب نسبه مشاهدات اعلى. نفس الشيء للاطفال او حتى للكبار شوي، بيقلد دائما الاشياء اللي هي غلط لانه بكون العين علي اقوى. نحن ما عندنا توازن بانه نمدح السلوك الجيد ونمدح التصرفات المنيحه، مثل ما بننهي وبننهر عن التصرفات السيئه والسلوكيات السيئه. فمحور الاهتمام بالتصرفات السيئه عم بيكون اعلى، فالطفل عم يجذب هذا الشيء اكثر خلينا نقول، لانه طفل بهمه الاهتمام، بهمه انه يكون هو مصدر أو العين عليه دائما بكل شيء بيعمله، بالأخص إذا جاء أخ تاني فبدأ توزع المسؤولية على اثنين، فكيف أنا بدي خلي العين عليه دائما بهذا النمط من السلوكيات وهذا النمط من التصرفات. فمن هون بتبلش إنه الولد بيصير بيقلد، ممكن إنه يحمق مثلا، ممكن الآلات الحادة، بنشوف أحيانا أفلام أكشن بيكون فيها أسلحة، بيكون فالولد بيصير بيطالب إنه بده من هاي، بده يلعب فيها أو يتسلى، فنحن بنجيب له انه هي لعبه ما لنا مشكله، بس هو بيقلد بيحاول يضرب فيها، ان كان رفقاته بالمدرسه او بالبيت بيحاول يقلد. كثير سمعنا عن حوادث انتحار، هي ما لنا انتحار عند الاطفال اكيد، حوادث هن بس عم بيقلدوا انه بالمسلسلات شافوا انه البطل وقت عمل هيك بحاله لف حبل حوالين رقبته انه ورد عاش، معناتها هي شيء عادي انه انا اعمل وقلد يعني بده يعيش الحاله. للاسف كان في عنا بفتره من الفترات نسبه منيحه من الاطفال عم تقلد هاي التفاصيل، بس للاسف هي عم تروح حياتها فيها. بدنا نتور يعني سلاح ذو حدين، كل شيء بنشوفه هو سلاح ذو حدين، فبدنا ننتبه انه في اولاد والاهل تنتبه في اشياء الاولاد ما بصير انه هن يقعدوا يتفرجوا، حتى لو مسلسل اجتماعي احنا ما بنعرف شو ممكن يمرق فيه، ان كان لقطه او ان كان اي تفصيل فيه. ومنلاحظ بالأطفال أحيانا بيطلع منهم كلمات نحن وعم نشاهد متفاجئ إنه أنت شو عرفك بهذا الموضوع أو ليش هيك عم تحكي، أو بقول لأنه هيك بصير أو لأنه صارت التراتبية وقت يصير هذا الحدث فالمنطق تبعه نهايته هي هيك. فبدنا نكون واعيين نحن كأهل وكرقابة عامة عليهم. طيب أستاذة ريم، خلينا شوي نفصل اليوم لكل اللي عم بيتابعنا أنواع التقليد اللي بتبدأ مع الطفل مثل ما قلتي، يمكن إيماءات وسلوكيات صغيرة وهو لساته بعمر يمكن السنة وما إلى ذلك، لحتى تتطور سلوكه. حتى المراهق اليوم بيقلد أهله، بيقلد أبوه كيف بيتصرف مع أمه، ممكن يعكس هذا الشيء هو مع الأم أو مع الأخت إذا في بالبيت. فخلينا نحكي شوي عن أهمية أنا كيف
كقدوة بالبيت تمام توجه لأطفالي بأعمار مختلفة. تمام. يعني عمليا أنا إذا بدي أعلم ابني إنه دائما يكون في صراحة أو ما يكذب خليني أقول، فما فيني من أبسط شيء أنا وقت أمسك التليفون إنه إذا فلان إنه ما له هون، بس هو هون بيكون ولد صغير، فبيفكر إنه هذا السلوك هو طبيعي لأنه بابا بيعمله وما فيه شيء ما فيه ضرر. هون ببلش يتعلم الكذب مثلا. تماما، هون بتبلش يتعلم الكذب. وقت يشوف، معلش خليني شوي هيك يعني ضوي على نقطة، وقت يشوف ماما مثلا انه ممكن تاخذ مصاري من جيبة بابا عادي او من الخزانة بدون ما تقول له ممكن اني اخذ هذا الشيء او تستعير اي شيء من ان شاء الله من اختي، ولا من دون ما تقول ممكن اني انا اخذ. تماما. فالولد بفكر انه هذا الشيء طبيعي، انا ممكن اخذ اي شيء من اي حدا من دون ما استاذنه لانه ماما بتعمل هذا التصرف، هو بيكون عادي وطبيعي، معناته هذا الصح. من هون بلش نحن نتعلم هاي السلوكيات. هي للأمانة هاي السلوكيات بتعلم من الطفولة أكثر، المراهقة بتتوسع بصير رقعة تبعها أكثر، وقت يعرف المراهق إنه هي التصرفات غلط فما عاد في عنده ثقة بأهله، معناته هن هو تربى أو هو شاف شيء ما إنه صح وللأسف تعلمه، بتتضعضع هون الثقة بينه وبين أهله، وبصير بالعكس بطور من هاي السلوكيات ممكن تكون خطأ وبيستمتع فيها أكثر لأنه بيضايق أهله وبشوف حاله هو بين رفقاته وبين مجموعة اللي هو فيها إنه هو قائد، العين مضوية عليه أكثر. فبدنا نكون حريصين شوي لهي التفاصيل بأنه أي الولد حيتعلمها، وكونه مننا نحن كأهل صادرة فهي بباله أنه هذا هو الصح. أكيد. طيب كمان اليوم خلينا نحكي شوي عن، حكينا هيك بشكل مفصل أكثر أنه في سلوكيات كتير سلبية بيعملوها الأهل من دون ما ينتبهوا. طيب في حال تيقنا أنه صار في عنا طفل عم بيقلد بسلوكيات صعبة، هل مرحلة إعادة تقييم هذا السلوك سهلة بسيطة؟ شو هي المراحل؟ بحاجة لاختصاصي اجتماعي مع الأهل، أو ممكن الأهل يتداركوا الموضوع من نفسهم؟ إذا أنا لاحظت السلوك على ابني أو بنتي تماما، فيني أنا بصراحة بس ببساطة كتير وصراحة أنه أنا غلطت بهذا الموقف تماما، أعترف يعني تمام أنا غلطت، ما كان لازم هيك أتصرف، قال لازم اعمل 1 2 3، وممكن لحتى اعزز قيمتي كأم انه انا سالت تيتا اللي هي امي وقالت لي انه ما اعمل هيك لانه هذا الشيء ما انه جيد او ما انه منيح لاني كفي فيه، حتى ليش حتى يعرف انه هو فيه انه يسال ماما، وحتى ماما تبرر له انه انا ما كنت عارفانه بس سالت اكبر مني اللي هي امي وقالت انه هذا السلوك مو صح ينعمل، فانا بعتذر منك لازم هذا السلوك اذا ان شفنا بعض وانا رح شوفك اذا عملناه لا لازم نوقف ونبدله بهذا التصرف اللي هو صح. فمن هون بتجي عند الولد ثقه انه ايه الماما غلطت وقالت انه هي غلطت وصلحت هذا الشيء، معناته انا وقت اغلط فيني اقول ببساطه اني انا غلطت شو كيف صلح او كيف اشتغل على هذا التصرف. في سلوكيات بتكون شوي شديده وصعبه، احيانا في اطفال بتقلد انه تمسك سكين او تقرب على يعني كثير اهالي تماما، ويمكن هذا الشيء كله استاذه ريم يمكن عم يشوفه من المشاهد او اوقات هلا عم يشوف افلام كرتون عم تشجع على العنف، عم يصير فيه ضرب، عم يصير فيه قصص او مشاهد خلينا نقول ملغومه، ممكن الطفل يلقطها وهي لها تفسيرات كثير ثانيه بعيده عن تربيته واخلاقه. خلينا هيك باخر دقيقتين من الوقت ناخذ اهم النصائح لكل الاهل يلي عندهم اطفال بدهم يعلمون التقليد الايجابي بحيث انهم ياخذوا اي شيء بيشوفوه قدامهم كقدوة إيجابية بتساعدهم على تطوير مهاراتهم بالحياة على شخصيتهم بصيغة إيجابية. خلينا نقول تمام، إذا بدنا نقول نحن ببساطة الطفل بيتعلم كل شيء بيشوفه مو كل شيء بينقل له تمام. فهو راصد وبيحاكي السلوك اللي هو عم ينعمل قدامه، رادار مراقب. تمام، فبدنا ننتبه كتير أنه نحن السلوكيات قدر الإمكان بتكون على مستوى بيئتنا وعلى مستوى تربيتنا لحتى ابننا يطلع مثلنا، بيئته وتربايته بتشابهنا طبعا الشيء الطبيعي والشيء المقبول اجتماعيا نحن عم نحكي، ووقت بنعجز عن سلوك بتقويمه في عنا مراكز وفي عنا كتير أبواب ممكن تساعدنا بخفض هذا السلوك والشغل عليه لحتى نحن نلغيه من حياة الطفل. أكيد. بالختام نشكرك أستاذة ريم على كل النصائح اللي قدمتي لنا إياها لليوم. هلا، أهلا وسهلا، شكرا لصباحكم وأهلا وسهلا فيك. هلا.